أبدأ مع حضرتك أستاذ جمال، هي الدولة العثمانية جت منطقتنا إزاي؟ ليه؟ أولا بحييك على المقدمة الرائعة، وإن كان لابد من التفرقة بين مرحلتين في تاريخ الدولة العثمانية. المرحلة اللي حضرتك سميتها مرحلة الرجل أوروبا المريض، والمرحلة اللي كانت فيها دولة فتية قوية غازية. هذه الدولة يعني خرجت من أوسط آسيا واتجهت إلى الغرب، ونجحت في إسقاط القسطنطينية، ووصلت في غزواتها إلى أسوار فيينا النمسا الحالية، لكن سرعان ما اتجهت بعد ذلك إلى الشرق. السؤال بتاع حضرتك، هي جت المنطقة ليه؟ أولا ما نقدرش نقول إنها جاية المنطقة العربية الإسلامية عشان تفتح. إحنا مش كفارة عشان تيجي الدولة العثمانية تفتح. امال ليه المصطلح السائد الفتح العثماني؟ لان هم روجوا انها دولة الخلافة، وانها دولة يعني ده ترويج، لكن هو في المحصلة النهائية ده غزو، ده نوع من انواع الاحتلال لمصر التي حولت الى ولاية عثمانية، ولكل الولايات العربية بعد ذلك. كان غزوا. هي, هي 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 لماذا؟ عشان خاطر يعني يبقى في تحليل علمي ونديها ايجابيات لما نلاقي ايجابيات، يعني لا يوجد ما يمنع ان احنا نقول كان في ايجابيات. المنطقه كانت فيها فراغ سياسي. طبعا كان عندنا المماليك هم اللي طبعا في دوله المماليك في مصر والشام والحجاز، وهذه الدوله كانت بتتهاوى بعد كشف طريق راس الرجاء الصالح وضربها اقتصاديا. وهنا احنا امام هجمه استعماريه صحيح اوروبيه شرسه اولى.